ثم جاء الى الامر المشترك وهو امر الملائكه بالسجود ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا سجدوا استجابوا لامر الله وحينئذ لم يكن بيننا وبين الملائكه عداوه لانهم انما انطلقوا من واقع المنافسه في الطاعه ولم ينطلقوا من واقع الحسد والكبر كحال ابليس ولذلك قال الا ابليس فقد كان الخطاب الموجه الى الملائكه شاملا له لانه كان يعمل ما يعملون ويعلم ما يعلمون ولكن الله خلقه لحكمه اخفاها عن الملائكه وهي حكمه الشر. فابليس حكمه الله في خلقه الشر والاغواء فقد خلقه الله لاغواء الناس وصدهم عن سبيل الله. فقال الا ابليس لم يكن من الساجدين فامتنع من السجود وهذا التعبير معجز فقد سبق انه يشمل ثلاثه امور هي الاباء والاستكبار والكفر. فهذه الامور الثلاثه سبقت في سوره البقره لا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وهنا اجملت في قوله لم يكن من الساجدين قال خاطب الله ابليس وهنا ما طوي في سوره البقره من خطاب الله لابليس وحواره معه جاء تفصيله هنا فهنا جاء التركيز على عنصر الشر وهنالك جاء التركيز على عنصر الخير هنالك جاء التركيز على خطاب ادم وهنا جاء التركيز على خطاب ابليس ثم بعده سياتي خطاب ادم